قبل ما اترككم تترافقوا مع شيف حسين باخر محطه اليوم من عالم الصباح يلي رح بتكون اكيد مع ورشه ملح، خلونا كمان مره نروح بها الجوله على صاله السينما. ضمن افلام الاسبوع الفيلم الموسيقي المنتظر لا لا لاند عن عازف بيانو جاز بينغرم بممثله طموحه بلوس انجلوس ومع مجموعة كتير كبيرة من أهم الميوزيكلز اللي انعملوا من الثلاثينات لمنتصف الستينات مع رايان غوزلينغ، أما ستون وجي كي سيمونز. وفيلم الأكشن باتريتس داي عن نشاطات شرطي بالأحداث اللي وصلت للتفجير اللي صار بماراثون بوسطن سنة 2013 والتحقيق اللي ابتدى من بعده لملاحقة الإرهابيين وراء هالتفجير مع مارك وولبرغ، كيفن بيكن وجي كي سيمونز. Two bombers. We gotta find these guys before they do this to someone else. Every inch of this city is getting searched. We're shutting it down. We have traveled thousands of miles in search of a weapon more powerful than we've ever known. وفيلم الفانتسي The Great Wall عن مسألة غامضة حول إنشاء سور الصين العظيم. مع مات ديمون وويلم ديفو. What was that? There are many things you have not seen. We're fighting. Hey. Busy. I don't want to take up a ton of your time, but I'm going to kill myself. والفيلم الكوميدي Edge of 17 عن صبية بتصير حياتها كتير صعبة وقت لصديقتها المقربة تبدأ علاقة مع خيال كبير مع هايلي ستاينفيلد وبليك جينر. Don't be afraid to put yourself out there. Are you even up there? But that's what best friends are for. Nick is like. What color is that? والفيلم الدرامي A Monster Calls عن صبي عم يبحث عن شجرة عملاقة للتأقلم مع مرض أمه القاتل مع لويس ماكدوغل، سيغورني ويفر وفيليسيتي جون. I wish I had 100 years. 100 years I could give to you. I'm afraid. Of course you are afraid. But you will make us through. For this is why you called me. Come on. وفيلم الفانتسي Assassin's Creed وقت لكالم لينش بيبحث بماضيه وبيكسب مهارات قاتل محترف بيكتشف انه من سلالة مجتمع قتلي سري مع مايكل فاسباندر، ماريون كوتيار، جيريمي ايرنز وبراندن كليسن. We work in the dark to serve the light. We are assassins. كان بلش يحضرهم الشيف حسين يلي هي الكنافه وجراتان الخضره، رح ننتقل سوا باخر محطه مثل ما وعدتكم مع ورشه ملح. صباح الخير للمشاهدين مما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه التلفزيون المستقبل. اليوم طبقين وصفتين، طبق حلو وطبق مالح بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح. طبعا في عندي الكنافة طبقات اللي هي خبرتكم شو هي الكنافة طبقات، هي عبارة عن بسكوي مع زبدة مع سكر ومع حليب سائل. طبعا هاي اول طبقة بتكون، الطبقة الثانية هي عبارة عن نشا عن حليب عن سكر، كمان بنحط معها شوي من الزبدة وعن كريم تشيز او جبنة مرهمية وعن قشطة. لكن انا رح طبق هالطبق انا وياكم هلا. في عندي بالخلاط الكهربائي من البسكوي رح اضيف له سكر، اوكي، ورح نضيف كمان له زبده دايبه، اوكي، ورح نحط كمان شوي من حليب السائل. طيب هلا بدي اطحنهم. هيدي اول طبقه. ثاني طبقه
كمان رح نحضرها انا وياكم مثل ما عم تشوفوا. هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. ثاني طبقه عندي مي لكن في عندي مي وفي عندي حليب سائل وفي عندي من حليب البودرة عندي كمان من السكر وعندي كمان من النشا. لكن حليب سائل سكر حليب بودرة مي نشا اوكي. هلا شو رح اعمل؟ نولع النار ونخليهم يغلوا على نار خفيفه لان نحن بنعرف الحليب دغري بيضرب دغري بيحترق يعني بيلزق بالطنجره. فطبعا بنحط على نار خفيفه مع التحريك المستمر. اوكي هون البسكوي صار جاهز كمان عندي. اوكي مثل ما عم نشوف نحن بسكوي مع سكر مع زبدة وكمان مع حليب. اوكي طيب مدن طبعا بكعب الصينية بهالشكل هيدا. هاي أول طبقة من الكنافة طبقات. بعد في عندي طبقة تانية وطبقة تالتة. أوكي لكن هاي البسكويت أول طبقة. في عندي فرق الكنافة أو عجينة الكنافة جاهزة ومدوب من السمنة كمان جاهزة حدي لحتى نضيفها بهالطبق الطيب. اوكي بنشوف هون شو صار في عندي. نحن هون ناطرين لحتى تعقد عندي الجبنة. طبعا نحن هون سميناها جبنة لان رح ضيف لها بعد من الجبنة المرهمية. اذا ملاحظين ما ضفنا جبنة عكاوي بس ولكن فينا نضيف من جبنة الموتزاريلا تعطينا كمان نكهة طيبة وشكل بتصير تمغط عنا الجبنة اذا ضفنا لها من جبنة الموتزاريلا. هلأ في عندي جبنة مرهمية وفي عندي كمان من القشطة. بس طفي النار وتخلص عندي هاي الخلطة الطيبة بحط القشطة وبحط كمان الجبنة المرهمية. هون نحن مشاهدينا فينا نحط كمان شوي من ماء الزهر بتعطي نكهة طيبة. شو عندي بالفرن؟ خلينا نشوف أنا وياكم شو صار في عنا بالفرن. طيب هون بالفرن الخضار جراتان بالفرن مثل ما عم نشوفها نحن عم تغلي كلها سوا. بعد ما كنت أنا غليتها شوي على الغاز حطيت على وجهها من صلصة البشاميل وجبنة الموتزاريلا فوتها على الفرن على درجة حرارة 220 تركها وترك الخضار كلها لحتى تستوي. طبعا جبنا جات زيز حطينا بكعبه من البتنجان لحمة مفرومة حطينا بصل
حطينا توم، حطينا كوسة، حطينا من الجزر، وحطينا من القرنبيط، وجبنا شوي من رب البندورة مع شوية ماي، حطينا معهم بهار أسود ورشة ملح، ضفناهم للخليط أو للخضار، وحضرنا صلصة البشاميل. هي عبارة عن زبدة وطحين، كمية الزبدة بدها تكون قد كمية الطحين، وحطينا لتر من الحليب، حطينا شوية كريم فريش، جوزة الطيب رشة، وملح رشة، حطيتهم على وجه هيدا القالب مع جبنة الموتزاريلا وفوتهم على الفرن. عندي عجينة الفريك، عجينة الكنافة، وعندي السمنة المدوبة. طيب، فرفة أول شيء العجينة، بدي إياها تكون كلها مفرفطة، ما لازم يكون عندي كتل بقلبها مثل ما عم نشوف أنا كيف عم فرفطها بهالشكل هيدا، مثل ما حكينا لازم نضل نحرك الخليط على النار. اوكي، نحركها بايدينا منفرفطها لحتى نضيف لها السمنه، وفينا نحط كمان من الزبده، مش غلط. بكعب الصينيه في عندي بسكوي اول طبقه مع السكر مع الحليب، وايضا حطينا كمان زبده. طبعا فينا نعملها كمان ونرجع نضيف طبقه فوق عجينه الكنافه، فينا نحط لها كمان طبقه ثانيه من البسكوي، مش غلط. نرجع نحط كمان طبقه كنافه، فينا نحن نعدد الطبقات قد ما بدنا، مثل ما عم تشوفوا كيف انا عم بفرك هالعجينة ومحضر السمنة قدامي، ومحضر كمان من جبنة مرهمية، ومحضر القشطة. طبعا هون نحنا فينا نجيب قشطة معلبة. طيب، السمنة، منسقي العجينة بالسمنة، مثل ما عم نشوف كيف عم نسقيها ونخلطها كلها مع بعض. محضر انا قطر، كل كوب من السكر بده كوب من المي، ولكن انا اليوم حطيت للقطر مزهر لنحطهم على وجه الكنافة. جينا حكينا المزهر كتير طيب مع هيدا الطبق. اوكي، كمان منضيف باقي الكمية. نكفي خليط عجينة الكنافة بالسمنة. اوكي، طيب هلا منشوف شو صار في عندي بالقشطة على النار او الجبنة. مثل ما قلت لكم، اهلا غادة، كيفي؟ وين هالغيبة؟ غيبة هون جاي ياخذ مزهر. فكان شو عم تعمل؟ شوي من المزهر بتعطي نكهة المزهر طيبة، وبطفي النار. لكن هون شو صار في عندي؟ لكن أنا برجع بقول لك وبقول لكل المشاهدين هون شو حطينا. عندي مهلبية، أول شيء مي، نشا، حليب ناشف، حليب سائل، سكر، وهلا رح نجيب جبنة مرهمية. اه، عم ضيف الجبنة المرهمية. اوكي. اوكي، رح جيب كمان قشطة، قشطة العلب اشتريها معلبات، فينا نضيفها، فينا نضيف كمان جبنة موتزاريلا. لكن مثل ما عم تشوفوا عم ضيف قشطة، كل هيدا للكنافة. طبعا
منحركون. شو رأيك بهالريحة؟ ريحة روعة، كتير شهية. انت هون عملت ديجا وحدة قبل؟ عملت وحدة اكيد قبل الها يعني حتى تبين لل حلقتنا. حضرت وحدة. كم طبقة هون في جوا؟ 3 طبقات. اوكي لازم نبلش نسكب نحنا. كمان لان ما بقى عنا وقت، ما عنا كتير وقت، عنا اشي عم تغلي كتير بالفرن. رح نشيلها كمان قدمها، بس خليها لنهاية الحلقة، ما في عنا مشكلة. ما عنا كمان مشكلة. عندي هلأ هون بعد ما كنت حطيت طبقة البسكويت حطيت طبقة الجبنة، رح نحط هلأ كمان طبقة شو بعد؟ بس من ال يلا من شو اسمها عجينة الكنافة. عجينة الكنافة. اوكي اوكي لكن عم ضيف عجينة الكنافة على الوجه بهالشكل هذا مثل ما عم تشوفوا. اوكي اوكي هاي عجينة حتطلع زبدة وهيك وإشياء حتطلع سمنة عم تشمي ريحة السمنة. اوكي طيب اوكي هلا هيدي عم نحضرها لبكره للترويقة. بس ما تخافي محضرين وحده هلا قدامنا تنعرف شو عم بيصير. بدنا نقصها ما ينشغل بالي بس كتير سخنه بعد، فينا نقصها هي ولا فينا بس خلينا لازم نحط لها قطر. اوكي اوكي لكن مثل ما عم نشوف كيف. اوكي هيدي الكنافه كمان صارت جاهزه عندنا لحتى نفوتها على الفرن. طيب. على درجة حرارة 180 درجة. اوكي. منيح هيك؟ عظيمة. خلينا خلينا نجي لهون. حط لنا قطر إذا بتعمل معروف. أنا رح أحط قطر. وهيدا القطر. بنحط هي وسخنة حتى تشرب أكثر. أكيد. أوكي. طيب. وهلا منجيب كمان في عنا من الفستق الحلبي. هيدا فستق حلبي على الوجه. هيك. طيب. هلا منجي لنشوف شو صار في عندي بالفرن. يا ويلي يا ويلي، كان بعد بدها شوي وقت يمكن لتنشف. صح كان بعد بدها نشف. لا منيحة صار وقتها، هي بس تبرد بتنشف كمان. أكيد. لأنه كتير بعدها. وهيدي كمان صار جاهزة مثل بعضهم. كمان هيدي كمان جاهزة، عملت أنا نفس الشيء بس هون على مصغر. هون على مصغر أنا هيك غادة. خلينا نرجع نخبر المشاهدين بهالدقيقة. هيدا قالب جراتان بالخضار، حطينا أول شيء نرجع منعيد، حطينا من قرنبيط، حطينا من الجزر، حطينا كوسة، حطينا باذنجان، بصل، ثوم. طبعا هون فينا نحط فليفلة ملونة وفينا نحط بندورة، ولكن فينا نحط كمان من البازيلا. جبت رب البندورة مع مي مع فلفل اسود، رشة ملح، خلطتهم، حطيتهم كمان معهم، وحطيت صلصة البشاميل حضرتها ببداية الحلقة، زبدة مع طحين مع حليب شوية كريمة فريش، جوزة الطيب، ملح وبهار ابيض، جبنة موتزاريلا على الوجه وفوتها على الفرن. الكنافة جبنا اول شيء البسكويت، طحنا البسكوي مع حليب وزبده وسكر لحتى صار ناعم، حطيناه بالكعب. حضرنا الجبنه على النار، كانت هي عباره عن حليب سائل، حليب بودره، ماي، نشا، سكر، وحطينا كمان من قشطه علب، وحطينا من
الجبنة المرهمية وآخر طبقة حطيناها الفريكة مع الزبدة أو السمنة، طبعا نرجع نفوتها على الفرن على درجة حرارة 180. أنا هيك صار فيني أقول لكم ألف صحتين، وإن شاء الله هول الطبقين يكونوا نالوا إعجابكم. وأكيد بكرة محضرين طبق كفتة بالبندورة، لكن بقول حضروا كفتة وحضروا بندورة لحتى نحضر هالطبق. طيب أنا وياك خالص طبق شو كفتة بلا لا شو كفتة، طبعا الكفتة مدخلينها نحن فلايكة ملونة والبندورة رح نفرغها مدخلين مع جبنة. ميرسي لك شف حسين، ميرسي لك شف حسين، بنشوفك بكرة أكيد من الأراد. مشاهدينا بقية نهار كتير حلو، بدي أتمنى لكم ومنشوفكم بكرة الساعة 10. Kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love.